حالها ليس بأفضل من حال بقية مناطق بابل إن لم تكن أسوأها. تلك هي منطقة حي السجادة الذي يفتقر ساكنيه لشتى أنواع الخدمات، من تبليط الشوارع إلى غياب عمل منظومة المجاري وتراكم النفايات. إضافة إلى ذلك، في الأيام الممطرة لا يمكن للأهالي الخروج من منازلهم بسبب تجمع مياه الأمطار. هذا حي السجاد، يعني انا عندي خط مال الطلاب ذول اشوفهم، يعني اطب بالطين، يعني لاكو خدمات، لاكو شيء، ناس تعبانه، هاي الزبايل، الطرق كلها طين ومايات، والامطار حيل تاذينا، لاكو مصرف المياه، المياه الصحي تصرفها ولا ابد، دنعاني حيل من هاي المنطقه. لا عندنا حاويه، لا عندنا تبليط، لا عندنا اقرب شيء هذا السبيس، ماكو سبيس، ماكو. شوف زين، انتم تقبلون تعيشون به هيك يعني؟ وانا مدير بلدي يعني، يقبلون يعيشون هم هيك؟ زين احنا عندنا جهال، احنا عندنا جهال، الله وكيلك مرضى، وطلعت لنا بهذا الحك اللي يحكون برجيهم بالحب، زين؟ ولا حاويه ولا طب لنا بلديه، الله وكيلك حتى بلديه ما تطب لنا، ولا كل شيء طب لنا، زين؟ احنا لمن نروح؟ ساكنو المنطقه بينوا ان واقع حي السجاد في تردي مستمر، دون اي اكتراث او اهتمام من الجهات المعنيه والكوادر البلديه، رغم تكرار الشكاوى والمناشدات من اهالي المنطقه، مشيرين الى غياب المتابعه وعدم الاهتمام بمعاناه المواطن. ماكو تعاون من الدوائر الخدميه، ماكو تعاون، يعني هذا المايات والنفايات مدى نشوف الاليات تجي تسحب وتشيل هاي النفايات من المنطقه، يعني اكثر الاطفال يتمرضون من الوساخه، من المي الاسين، من النفايات الموجوده. حاويه، مدير بلديه ما يعرف يدز حاويه المنطقه، ما يقص الشارع، يسوي له شارع، يجيب له حبايه سبيس، يصير هيك؟ لعد انت يا بلدي يا إدارة يا دنيا يا ملائكة، إذا ما تجون تشوفون وتفترون على الولاية. تعتبر مناطق عديدة في محافظة بابل غير مخدومة بالبنى التحتية وأعمال التبليط والإكساء، ما يتسبب بطفح المجاري نتيجة تهالك الشبكات وتقادمها أو انعدامها في المناطق الحديثة الإنشاء. أما في موسم الأمطار فإن عددا غير قليل من مناطق المحافظة تغمرها مياه الأمطار والحلول لا زالت معدومة. وتعاني أغلب الأحياء السكنية في محافظة بابل من مشكلة تردي جميع الخدمات، ليبقى المشهد المتكرر مواطن يناشد ومسؤول يتجاهل. من محافظة بابل، حسين الفتلاوي، قناة التغيير.